يا أصدقائي، الحلقة اللي فاتت ركزنا فيها كانت موجهة إلى بناتي اللي بيسألوني وبقول لهم اهربوا من هذا النوع من الرجال، ومش كل ذكر يبقى راجل، لأنه لما عملت الحلقة بنت من بناتي الجميلات اللي بيتابعوا القناة سألتني، قالت لي بتعكسني يعني، وقالت لي هو مش حضرتك يا عم عمرو كنت بتقوله ظل راجل ولا ظل حيطة؟ طبعا بتعكسني عشان أقول لها ده كلام فارغ. كانت المفاجأة ان انا قلت لها اه حقيقي، ظل راجل ولا ظل حيطة. بص يا بنتي، انت لازم تتعلمي ولازم يبقى لك شغل ولازم يبقى لك مصدر دخل، ده شيء مهم جدا، وتتعاوني انت وزوجك في حياتكم، ولكن في الاخر ظل راجل ولا ظل حيطة. ازاي بقى ظل راجل؟ الراجل اللي هو يحمي ويعتني، الراجل اللي بيعمل معاكي ومع بيته اللي كان بيعمله الترس اللي كان بيحمي المحارب زمان. ترس غير ترس المكنة، المحارب بتاع زمان كان معاه سيف او رمح ومعاه درع شايله على ايده، كان اسمه الترس. الترس ده كان له لفظة تاني في اللغة العربية، المجن. المجن الترس اللي ناحية الاعداء عليه حديد ومسامير بارزة، وناحية جسم الانسان متبطن بمخمل ناعم زي القطيفة. كان العرب يقولوا الدنيا أدارت له ظهر المجن، يعني الدنيا بعد ما كانت حنينة عليه بقت قاسية عليه. نرجع تاني ونقول ده الراجل اللي احنا عايزينه يا بنتي عشان يحميكي، يبقى ترس للأعداء، الناس اللي هتقرب منك عارفين انك محمية وانتي حاسة بالحنية جوه. ده الراجل، ده اللي أولى من 100 حيطة بقى. معنى ظل راجل ولا ظل حيطة هنا يعني دوري على الراجل اللي قلنا عليه ده، وما تهتميش قوي، ما تتخدعيش قوي بالقصور والغنى والفيلات والمنتجعات. ظل راجل ولا ظل حيطة. الراجل ده يا حبيبتي هو اللي كان زمان بيتقال عليه كده برضو في الأمثال، خدي لك راجل بالنهار أجير وبالليل غفير، بيشتغل وبيسقى عشانك انت وعشان البيت وعشان الاولاد، ويرجع حراسه وحمايه ليك وحنيه عليك. لو ما اخدتيش ده يا بنتي ودورتي على الحيطه البراقه، هتبقى عامله زي اللي خدت القرد على ماله، فراح المال وفضل القرد على حاله. وفي الحاله دي كان احسن لك يا بنت الناس قعدت الخزانه ولا جوازت الندامه. لما تتجوزي واحد كويس هيحترمك، لأنه اللي ما بيحترمش أهل بيته، اللي بيقول لمراته يا عورة بتلعب بيها الناس الكرة، واللي بيقول لها يا هانم بتقف لها الناس على السلالم. ده الراجل اللي تدوري عليه، ده الراجل اللي هيحميك، ده الراجل اللي انت عايزاه عشان ونسك، عشان عشرتك، عشان عمرك، مش عشان تتمنظري بيه على صحباتك. انت مش واخدات كده بيه الناس، اصله خدتك لواز، خدتك والناس، خدتك اكيد الناس، كدت انا هروح. انت اهتميتي بالمظاهر وما اهتمتيش بالجوهر، وفي الاخر انت اللي شربتي المقلب. الراجل بقى اللي بيحترمك وبيبقى حنين عليكي، اللي بيشتغل ويشقى عشانك وعشان البيت، اللي بيحميكوا ده تعامليه كويس. ما يبقاش بقى بعد ما لقينا الراجل الحنين الطيب اللي بيعتني ويحمي، فرصة قصقصي طيرك لا يلوف بغيرك. يا سلام على النصاح، أصل ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه، إيه العظمة دي؟ محدش عبيط، والضغط الكتير وقلة التقدير وقلة الاهتمام للطيب والحنين هتنتهي يا باشا بإنه إيه؟ أبشرك، البطران له الأطران. واللي ما يرضاش بالخوخ مصيره يرضى بشرابه. نخلينا عاقلين، نختار كويس ونختار الراجل فعلا، ونبعد عن المنظرة الفارغة ونركز في حياتنا. وهقولك بقى الأسبوع الجاي الراجل الطيب الحنين الكريم الجدع تعمليه ازاي. بس من هنا الأسبوع الجاي خلينا أقولك، الست المفرفشة جوزها بيروح من العشاء. استنوني الأسبوع الجاي، وسلام يا بناتي وسلام يا أصدقائي.